وإن بعضنا أحبابي بسبب نعمة بدت عليه بات يجملها للناس، والأيام هذه أحبابي صار الناس لا يستترون بنعمهم. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. يعقوب نبي ما كان يرد قضاء الله إذا حل، لكنه يعلم أبناءه كيف يختفون بالنعم ولا يبرزونها. وبعض الناس الآن سنابات يتعشون عشاء ب5 ريالات ويصورونه، يشترون قهوة عصير نعمة، يغيرون الأثاث، يجملون الصغير فيصورون ويرسلون، وأولئك يستقبلون ثم يرسلون بدل السنابة عين ماحقة ساحقة تمحق ما بقي من صحة هذا المسكين. إنها مأساة. إن بعض الناس في بيوتهم دخلت الهموم والأمراض، يقف أمام الطبيب أنا مريض، فيني حرارة، فيني نفر جلدي، لدي قولون، لدي اكتئاب، مهموم، يبكي. الطبيب يفحص ويفحص ويفحص ويلتفت يقول والله ليس بك من داء. إنها العين التي لا يخرجها تحليل لربما ولا يكشفها إشاعة لربما. معناها كنت ضعيف الحصانة وأنت ضعيفة الحصانة، ثم أرسلت عين من عين حاسد من الجن أو الإنس، وأحياناً تتوحد العين الإنسية والجنية، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومعظم العيون التي تفتك بالحياة وتسبب الطلاق والأمراض تكون في صلاة الأفراح، يوم أن تتعرى المرأة تكشف صدرها وتكشف يديها وبعض ساقيها والبعض يكشف بطنها، ثم تتجمل 2 أو 3 ساعات في الكوافيرة وتخرج فتشهق تلك، فتتوحد عين الإنسي الحاسد مع عين جني حاسد، فإذا استودعت ذاك البدن هلك هلك. أكثر ما يدخل أمتي القبر العين، ولو أن شيء سابق للقدر لسبقته العين. كان سهل بن حنيف رضي الله عنه في ماء يغتسل، فنظر إليه أحد صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان جلده جميل من أحسن الناس جلدا، قال جلد ولا جلد مخبأة، ما رأيت قط قبل اليوم، أي ما رأيت أجمل من هذا الجلد وجماله. فتلمض وسقط وكاد يهلك، فغضب الحبيب وقال هل تتهمون له من أحد؟ ثم قال على ما يقتل أحدكم صاحبه. نحن في هذه الأزمان نساء في قرة العين عند طفلها وأطفالها وزوجها تصرخ في وجه الزوج طلقني، عسى ما شر. لماذا يطلقها؟ كانت آمنة في سربها في نعمة قارة، طلقها لأن العين أصابتها. ولذلك نحتاج في كل بيت إلى راق، وأجمل الرقات هو أنت أنت أنت، لا تأخذ بزوجتك ولا أطفالك إلى الرقات، أنت الراقي، هي الفاتحة وآية الكرسي أواخر البقرة المعوذات، هذه هي الرقية، وليس هناك رقية غيرها، ولا يوجد هناك تمتمات ولا همهمات ولا تعاويذ لا نعرفها يقولها الرقات ولا نعرفها، كلها نعرفها. بل إن كثيرا من أهل العلم قالوا إن الرقية في كتاب الله هي سورة الفاتحة فقط، هي الفاتحة فقط، لقول الحبيب للصحابي وما أدراك أنها رقية، ردد الفاتحة 10 20 30، الأمر واسع، وانفث بها، اجمع يديك واقرأ بها وانفث على بدنك على طفلك على زوجتك. العين حق، بل ورد في الحديث أن العين تردي من الشاهق، أي أنها تعلق، في حديث أنها تولع أو تعلق بالرجل حتى ترديه من شاهق، يعني يبي تفكير، لازم انتحر، الدنيا ما لها حلول، لازم أموت، يطلع فوق جسر، يطلع فوق جبل ويرمي نفسه فيموت، أو يأكل علاج زائد، أو يشرب مواد نظافة أو غير ذلك فيهلك ويهلك نفسه. بسبب ماذا؟ بسبب أن الشيطان تلك العين علقت به، فلا زالت تضيق عليه الحياة كلها، ضيق
حزن، بكاء، سجن في البيت، ما يخرج، ما يحب الناس، في ألم، يكره الصلاة جماعة، يكره اجتماعات الناس، ثم يبدأ بالأحزان، ثم يأتيه الوسواس الخناس. الدنيا مالك داعي أن تكون فيها، واللي مثلك المفروض يريح، والراحة في الموت. ارمي نفسك من عالق ومن شاهق ومن مكان بعيد، وهنا يهلك بعض الناس عياذا بالله بقتل نفسه مترديا من هالك أو غيره، بسبب أن العين علقت به. ولو أنه منذ أن علقت به العين رقى نفسه لخف ضغطها وآلامها. ولذلك كثير من الناس خرجت أسر من بيوتها وما عاد منها أحد، سيارة جديدة والأطفال ما أجمل منهم، هل بركوا؟ ما برك عليهم العائل. هل هم تحصنوا؟ ما تحصنوا، ومن هنا خرجوا للناس وقد انكشفت عنهم الحصانة. نعم، انكشفت عنهم الحصانة، فهلكوا عياذا بالله، هلكوا بسبب عين. والبعض منا معاشر الأحباب على النعم التي عنده قليل الذكر، إذا كثرت النعم عندك فيجب أن يزداد ذكرك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الجنة جنتك، والبستان بستانك، والمزرعة مزرعتك، وأنت ينبغي أن تذكر الله حتى لا تضر نفسك. إذا أنت قد تضر نفسك مشخص وواقف قدام المرآة وقاعد تمسمس الله يجزاك خير وتطيب، وما أجمل طلتك وطلعتك، أو تلك المرأة وهي تضع المكاييج والأصباغ وجملت نفسها، قولي تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يذكر الإنسان ربه على نفسه فكيف بالناس؟